الهم والحزن مما يخففه على المسلم المؤمن المتقي لله عز وجل أنه يعلم أن هذا الهم والحزن ابتلاء من الله عز وجل قد جعله الله عز وجل سببا لرفعة درجته. جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: إن أعظم ما يجد المرء في صحيفة حسناته يوم القيامة ما عرض له في الدنيا من الهم والحزن، فإن أكثر ما يرفع الله عز وجل به درجة كثير من المؤمنين ويعلي به منزلتهم يوم القيامة ما يعرض لهم في الدنيا من الهم والحزن. لذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنبياء الله عز وجل يفرحون بهذا البلاء. في المسند من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضعت يدي عليه فأحسست بحر جسده من وراء القطيفة التي عليه من فوق الرداء الذي غطي به النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد: فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك يا رسول الله لتوعك. فقال: نعم، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال: وكانوا يفرحون بالبلاء أشد من فرحكم بالعطاء. قيل إن هذه الجملة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها أن الأنبياء يفرحون بالبلاء أشد من فرح الناس بالعطاء. وقيل إنها مدرجة من أبي سعيد أو من دونه، فيكون الصحابة رضوان الله عليهم والصالحون يفرحون بالبلاء أشد من فرحهم بالعطاء، لأن المرأة تكون له المنزلة عند الله عز وجل عالية يوم القيامة لا يبلغها بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، وإنما ببلاء أنزله الله عز وجل به، ومنه هذا الهم والحزن. إذن هذه الأمور الأربع أو الخمس بها يخفف المرء عن نفسه هذا الأمر وينزل به أخف من غيره، ولكن لا بد أن يعرف المسلم أن هذا البلاء والهم لا يذهبان مطلقا، بل لا بد منهما لكل امرئ، ولكن الناس يختلفون. فبعض الناس يصغر الكبائر، كبائر الأمور وعظائمها، فإذا جاءته عظائم الأمور جاءه من الهم أيسر، وبعضهم بعكسه، فترى ما أهمه شيئا يسيرا ولكنه على نفسه أثقل من جبال تهامة جميعا، وذاك بسبب عدم إيمانه بالله عز وجل أولا، وثانيا بعدم وضعه الأمور في مواضعها. لذلك تجد بعض الناس ضيق العطن متكدر الخاطر، فإن نظرت في شأنه وجدت شأنه أسهل الأمر وأيسره، ولكنه قد عظم الأمور، وكما قال أبو الطيب المتنبي: ويعظم عند صغائر الناس صغارها. إذن المقصود أن هذا الهم عارض لكل أحد، وبعض الناس يظن أنه إذا كان ملتزما بالدين فلن يعرض عليه شيء من الهم والحزن، وذاك غير صحيح. فإن الله عز وجل عندما قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ليس معناها أنه يكون في هذه الدنيا سعيدا بكثرة المال ووفرة الولد وذهاب الهم والحزن، وإنما معناها أنه يكون سعيدا في حياته كما هي. فإذا نقص عليه شيء من المال أو الولد أو الصحة رضي بقضاء الله وقدره فاطمأنت نفسه فكانت السعادة الطيبة، وإذا عرض عليه شيء من الهم والحزن علم أنه بقضاء الله وقدره فطابت نفسه وما ضاق كما ضاق غيره من الناس. والعكس بالعكس، فإن بعض الناس إذا جاءه شيء من هذا البلاء وعرض له شيء من هذا الهم والحزن فإنه يبتعد عن الله عز وجل ويبحث في أسباب لم يجعلها الله عز وجل كذلك، فتراه إما يذهب لشرب أمر يغيب عقله ليطرد عنه الهم والحزن، أو يذهب في لهو يكثر منه يغضب الله عز وجل يظن أنه به ينسى ما عنده، وهو في الحقيقة إنما يصب على النار زيتا، وإنما يغيب عقله لحظات، فإذا عاد عقله لرشده وجد أن الأمر كما هو، وأن نفسه إنما ازدادت من الله بعدا، وزاد الهم عنده هما. ثم يعلم المؤمن أن الدار التي لا هم فيها ولا نكد إنما هي الدار الآخرة، إنما هي الدار الآخرة.